السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ أول خبر في هذا اليوم من جورنال فير بمبارك. أشكر كل مكونات الرجاء على الثقة وأتمنى تحقيق الألقاب في الموسم الجديد. وأعرب مهدي مبارك الوفي الجديد على فريق الرجاء الرياضي على شكر لكل مكونات الفريق الأخضر وتمنى تحقيق الألقاب رفقة النادي. وقال مبارك في الندوة الصحفية خلال تقديمه: كنشكر إدارة الرجاء على الثقة اللي منحتني، كما كنشكر الجماهير الرجاوية على الترحيب. كنتمنى باش نحقق هذه السنة العديد من الألقاب للفريق الأخضر ونكون عند حسن ظن الجماهير. من جهته أبدى محمد بايو حارس المرمى الجديد للرجاء سعادته بالعودة للفريق الأم عقب تعاقده مع النسور خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وقال بايو في تصريحات خلال تقديمه: أنا سعيد بعودتي لفريق الأم، الفريق اللي كبرت فيه وترعرعت وتربيت فيه واللي حببني في كرة القدم منذ أول مرة. وتابع: كنشكر رئيس الفريق والمكتب المسير والإدارة على الثقة اللي منحوني، وكنتمنى باش نكون عند حسن ظن الجماهير ونستغل كل الفرص اللي غتاح ليا باش ندافع على هذا القميص اللي كنعرف قيمته جيدا. بودريقة يشكر فوزي القجع بعد تنازله عن متابعة بعض الجماهير الرجاوية. وتقدم رئيس فريق الرجاء الرياضي محمد بودريقة بالشكر رئيس الجامعية الملكية فوزي القجع بعد تنازله على متابعة بعض الجماهير الفريق الأخضر على خلفية ما بدر منها في مباراة النضال البركانية. ونشر الرجاء بلاغ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: جا فيه يتقدم رئيس نادي الرجاء الرياضي ومكتبه المديري بالشكر الجزيل والامتنان لرئيس الجامعية الملكية فوزي القجع بمناسبة تنازله عن الشكاية التي سبق أن تقدم بها في مواجهة بعض الجماهير. يغتنم رئيس النادي الفرصة للتأكيد على حرص الفريق بجميع مكوناته على تثمين المجهودات المبذولة من طرف رئيس الجامعة لتطوير منظومة كرة القدم بالمغرب، والتي كان من نتائجها الحضور الدولي البارز للمنتخبات والفرق الوطنية في المحافل الدولية. واختتم الرجاء البلاغ بالقول: يدعو الرئيس وأعضاء مكتبه المديري الجماهير الرجاوية الوفية إلى الالتفاف اللامشروط حول الفريق والمساهمة في إنجاح أوراق إصلاح وإعادة هيكلة النادي على جميع المستويات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وإرجاع الفريق إلى سكة الألقاب والأمجاد. الكورفة السود تطالب بودريقة بإلغاء بطاقة المشجع. وفي التفاصيل، صدرت مجموعة الكورفة السود المساندة لفريق الرجاء الرياضي بلاغ كطلب من خلاله إلغاء العمل ببطاقة المشجع اللي تلقى المكتب المسير للفريق. وجاء في البلاغ اللي نشرته الكورفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يلي: بعدما ترددت على أسماعنا الجملة المستفزة اللي ما عندوش فان أيدي ما يدخلش يتفرج في الرجاء، وبتبني الفكرة من طرف رئيس النادي وصفحاته التابعة، حيث أن الرئيس المذكور يسعى جاهدا لتبني مشاريع تضييقية وتطبيقها دون احترام موقف المعنيين بالأمر، نذكره بأن حل المشاكل مع أي جهة لن يكون على حسابنا وندعوه للبحث عن طرق أخرى بعيدة عنا لتلميع صورته. وتابع البلاغ نفسه: كما أن هذا القرار لا علاقة له بالحد من السوق السوداء التي تم القضاء عليها نسبيا عندما أصبح التذاكر تسوق إلكترونيا. أما بالنسبة للمبحوث عنهم أو المجرمين فهذا ليس حلا ناجعا لتأمين الملعب، ومن غير المقبول فرض إعطاء بياناتنا الشخصية وأن يتم تجميعها لغاية ما، وليس من حق أي كان فرض أخذها، بل كان حريا أن يظل الموضوع اختياريا. فبإجبارها على الجميع المغزى أصبح واضحا. هنا وجب تنبيه جميع المتداخلين في الشعب الرياضي على أن مثل هذه القرارات كفيلة بطرد شغف وشعبية الكرة. يريدون جمهورا جديدا يحرك على أهوائهم دوما في المدرجات تحرك على حساب غاية ومصلحة المسؤول، كما أن المبلغ المحدد في 1000 درهم يعتبر مبالغا فيه ويؤد استمرارا لسياسة استنزاف جيوب الجماهير التي أصبح البعض يراها مصدرا للأموال لا غير. واختتم ذات البلاغ: نشير إلى أننا لا نقبل بالطبقية بيننا وبين بقية الجماهير، حيث أن مبلغ 700 درهم وجب تعميمه على كافة الجماهير لا أن يكون حكرا على المجموعات فقط في خطوة جديدة من نهج التفريقة. موقفنا من بطاقة المشجع فان ايدي يبقى واضحا وغير قابل للمساومة، ألا وهو إلغاء العمل بهذه البطاقة. عاجل حكم جديد ضد الرجاء بأزيد من 400 مليون سنتيم بسبب مجولي. وحصل محسن مجولي العميد السابق لفريق الرجاء الرياضي على قرار من جهة النزاع التابعة للجامعية الملكية لصالحه كيقدم تغريم الفريق الأخضر مبلغ كيتقدر 427 مليون سنتيم، وكيمثل المبلغ مجموع مستحقات مجولي اللي ما حصلش عليها بعد مغادرته للفريق في الموسم الماضي. وينضاف الحكم الجديد للحكم الصادر من العصبة الاحترافية الفائدة عمر العرجون واللي كتقدر قيمته 160 مليون سنتيم، وحكم آخر الفائدة أبجيلي جبيرة بحوالي
حوالي 130 مليون، وكان متولي غاد الرجاء بعد رفض الرئيس السابق عزيز الدراوي جديد عقده، إذ انتقل بتجربة قصيرة للدوري الليبي قبل ما ينضم في الشطر الثاني الموسم الماضي لفريق اتحاد طنجة. وبعد سطور الحكم محسن متولي انتقدت جماهير الرجاوية اللاعب وذكرته بتصريحه الشهير لما كان حسب الرئيس للنادي، بحيث أكد أنه في حال تنحي حسبان الرئاسة بإمكانه أنه يلعب بدون مقابل، وأنه ما عمره غيجر فريقه الأم للجنة النزاعات. خبر في نفس السياق بعنوان بولكسوت يفاجئ الرجاء ويلجأ للنزاعات لفسخ عقده. ولجأ محمد بولكسوت لاعب فريق الرجاء الرياضي لجنة النزاعات بالجامعة الملكية للحصول على قرار فسخ عقده مع الفريق بعد انقضاء مدة 15 يوم على الرسالة اللي وجهها للنادي دون ما يتلقى حتى رد. وأكد مصدر رجوي مسؤول أن اللاعب بولكسوت طالب الفريق بمبلغ 100 مليون سنتيم في رسالة إنذارية ومنح المكتب المسير مولة 15 يوم لتسويت وضعيته، غير أنه ما تلقى حتى رد. وأصبح بولكسوت بحكم القانون لاعب حر في انتظار القرار الرسمي من العصبة الاحترافية، علم أنه في حالة حصوله على قرار مغادرته للفريق غيطالب بالحصول على جميع مستحقاته المنصوص عليها في العقد. وعاد بولكسوت سيناريو أولو اللي كان قرر فسخ عقده من جانب واحد قبل ما يدخل المكتب المسير لإقناعه بالعدول على قراره، إذ وقع مع مسؤولي الرجاء اتفاق جديد كينص على الرفع من منحة توقيعه وامتيازات أخرى. وكيتعتبر بولكسوت رابع لاعب كيراسل الرجاء بعد كل من حركاس بوزوق وأولو اللي راسل الفريق المرة الثانية للحصول على مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد. عاجل لاعب المنتخب الوطني في طريقه الى الرجاء. وفي التفاصيل طلبوا مسؤولي فريق الرجاء الرياضي من لاعب السابق للمنتخب الوطني اشرف نزار السفر للمغرب من اجل الحسم في صفقه انتقاله للفريق الاخضر. واكدت جريده الاخبار ان الدولي المغربي اشرف نزار اللي سبق له ولعب بالدوريين الايطالي والانجليزي طلب الانتقال للرجاء ليشغل الفريق، خاصه انه ما تلقاش عروض احترافيه جديده بالدوريات الاوروبيه. وكان لاعب اشرف نزار مرشح لانتقال الرجاء في سنوات سابقه قبل ما يتلقى عرض الدوري الايطالي حال دون حمل القميص للفريق الاخضر. وغيعزز اللاعب الدولي دفاع الرجاء اللي شهد عدة تغييرات برحيل مروان الهدودي وعبد الإله مذكور محمود بن تايك وأسامة سبحان، مع احتمال رحيل جمال حركاس اللي طالب الرجاء بالحصول على جميع مستحقاته المالية للاستمرار في الفريق الأخضر. ومنتظر باش يحسم الرجاء اليوم السبت صفقة انتقال أشرف نزار صفوفه، علم أنه ما غيكلفش خزينة النادي مبالغ مالية، إذ أبدى استعداد اللاعب للرجاء وفق الشروط اللي كيحددها الفريق. تسع ملاعب متاحة لاستقبال مباريات الرجاء والغريم التقليدي بعد إغلاق دونور. وبات أمام فريق الرجاء الرياضي والغريم التقليدي تسعة الاحتمالات لاستقبال مبارياتهم بالدوري الاحترافي. وحدوا الفريقين ثلاثة الملاعب داخل الدار البيضاء وهما الأبجيكو العربي الزاولي وملعب مولاي رشيد، إلى جانب الملعب البلدي بالقنيطرة وملعب مولاي الحسن بالرباط، بالإضافة لملعب الأبدي الجديدة ثم ملعب فاس الكبير ومراكش وأكادير. وكيبقى العائق الوحيد أمام الرجاء والغريم التقليدي هو قرار السلطات المحلية بترخيص لجماهيرهم بالتنقل وحضور مبارياتهم. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقوا في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.